أكيد إن كلنا بنتمنى طبعا التوفيق لمنتخبنا القومي الفترة اللي جاية، مرحلة صعبة جدا، وبتمنى أكيد التوفيق للنادي الأهلي في المرحلة اللي جاية. وكلنا عندنا ثقة زي ما قالت سام في جهازنا وفي لاعبتنا وفي مجلس الإدارة وفي اللعيبة اللي أثبتوا الفترة اللي فاتت فعلا إن هم على قد المسؤولية. بالفعل كمان موسيماني بدأ اجتماعاته مع أعضاء الجهاز المعاون زي ما قلت لحضراتكم يمكن امبارح في البيت الكبير. هو خلاص المدير الفني ماشي في محور اساسي طبعا الاستعداد للبطوله الافريقيه او النهائي الافريقي، لكن كمان استعداده للموسم اللي جاي. النهارده كان في اجتماع مهم جدا مع طبعا موسيماني مع الكابتن محمود الخطيب. الجلسه شهدت الحديث بقى في ملفات كتير، ملف تصور الفريق ازاي موسيماني بيفكر في الفريق الفتره اللي جايه، كمان الصفقات الجديده، في بعض وسائل الاعلام بتقول صفقات من جنوب افريقيا او كل ده بيتناقش داخل الغرف المغلقه. وزي ما قلنا الصفقات ديت ليها سيستم وليها اسلوب معين جدا احترافي والنادي الاهلي ماشي بيه. ما نستعجلش نقول مين اللي جاي ومين يعني موسيماني بيحط اولوياته، ومن خلال حديثه مع الكابتن محمود الخطيب بيتكلم في الموسم القادم كمان على ملف الاعاره والمعارين. طبعا احنا عارفين ان خلاص تقريبا في 4 رجعوا من الاعاره، الشكل النهائي للقائمه الموسم اللي جاي هيكون عامله ازاي. فعايز اتكلم على كمان نقطه مهمه جدا لفتت انتباهي الايام اللي فاتت، ان يعني كمان خلي بالكم دايما بنتكلم الانديه اللي صاعده من الممتاز به، يعني كلنا بنقول هي طالعه بس منظر شرفي او هتقعد سنه، هيحاربوا بشكل كبير جدا مين اللي هيقعد في الدوري. لكن من الواضح ان الفرق اللي صعدت طبعا عندنا البنك الاهلي وعندنا غزل المحله وعندنا سيراميكا كمان بيكثفوا مجهوداتهم طبعا للحصول على لعيبه مميزه عشان يكون ليهم قوه في الدوري المصري. الدوري المصري بقى دوري على المستوى الداخلي دوري قوي، وبالتالي لازم يكون ليهم مكان في الدوري المصري. صفقات بتتم على سرعه كبيره جدا، التعاقد يعني مع بعض اللاعبين المميزين، البنك الاهلي على سبيل المثال بيتعاقد مع كوفي لاعب قوي سردباك، كمان تعاقد مع محمد نجيب طبعا لاعب النادي الاهلي السابق سردباك وجده ده لاعب دولي سابق، ده طبعا على مستوى البنك الاهلي. كمان بنتكلم على موسى ديارو ده لاعب الانتاج الحربي سيراميكا داخل بقوه وبيعرض مبالغ كبيره على بعض اللاعبين، عرض على اللاعب مثلا محمد ابراهيم لاعب مصر المقصه وكمال صلاح ريكو، ده من ضمن الصفقات اللي ممكن سيراميكا يقوم بيها. غزل المحله كمان زي ما الكابتن خالد عيد كان عندنا هنا وكان بيطمن جماهير غزل المحله انه سيبقى في الدوري ويكون ليه شكل قوي، الشكل القوي ده من خلال التعاقد مع صفقات قويه بتقدر تخلي كمان الفريق يتواجد في منطقة دافية سهام، لأن زي ما بقولك دايما اللي بيتاخد على اللي طالع من الدوري الممتاز به أنه طالع، يعني لو قعد في الدوري الممتاز يبقى إنجاز بالنسبة له. لكن الصفقات